السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم كيفاش نخدمو دريسات في الكم ديال جلابة. هاد الدريسات كيقول لهم بريوات ولا دريسات مغلفين، كيجيو زوينين كيجيو منظمين. اليوم غادي نشارككم معكم. كنبداو على بركة الله. كنديرو جوج دقات بحال هكايا، الدقة الأولى الدقة الثانية، وما بيناتهم كنبداو الدريسات ديالنا. كنخشيو البرع من هنايا وكنلويو جوج لويات على الراس ديال الإبرة، وكنجرو هكايا وكنثبتو كنزيرو واحد شوية بهاد الطريقة هادي. كنعاودو نرجعو للبلاصة نيت اللي بدينا منها كيفما كتلاحظو معايا، وكنخرج البرع ديالي من هنايا باش كتولي عدي هنايا سنينة. كنعاود نضرب في التوب، ما بين هاد السنينة وهاد الدقة اللي درنا كنخشيو البرا هنا الوسط، كنعاودو نديرو سنينة واحدة أخرى. دائما كنلوو جوج لويات، كنجيو لهاديك السنينة الأولى اللي خدمنا، كندخلو البرا من هنا من الراس ديالها، وكنلويو تاني جوج لويات. هيا الطريسة ديالتنا يا هكا كيفاش كتولي. كنجيو لهاد البلاصة هنا اللي بدينا منها الدقة الأولى، كتكون واحد ما بين الدقة والدقة الأولى اللي درنا، كنخشيو البرا ديالنا من تما، وكنبداو نعمرو في الطريسة ديالنا كيف ما كنقولو، كنبداو نغلفو فيها الخيط الأول بهاد الطريقة، والخيط الثاني. كنبقاو دائما ندخلو من نفس البلاصة، كندخلو ثلاثة المرات، دخلنا النوب الأول والثانية وها هي الثالثة. كنحاولو نزيرو واحد شوي باش ميجيوناش دوك ديك العمارة اللي عمرنا بها الدريسة ديالنا، وما يجيوناش مرخيين صافي. وكنعاودو نجيو ما بين الوسط ديال الدرسة هي كيف ما كتشوفوا معايا، كنخشي البرا ديالي من هنايا وكنزير، كنثبت هذيك الدريسة ديالي بهاد الطريقة هادي. شفتو كيفاش جات؟ بهاد الطريقة كتجي زوينة. نعاودو واحدة أخرى، انا كنحاول نمشي معكم بشويه ما نزربش، باش اللي باغيين يتعلموا ما يجيهمش الفيديو ديز دغيا. المهم كنبداو هنايا كنضربو، كنعاودو نديرو دقه اخرى هي درتها. ودائما كنجيو ما بين هاد الدريسه اللي خدمنا وديك الدقه اللي درنا، وكنعاودو نخشيو البرا ديالنا، وكنلويو دائما جوج لويات. دائما بقاو تلويو جوج لويات باش ما ديروش ثلاثه ولا اكثر، دائما جوج لويات باش يجيوكم الدرسات متساويين ومقادين. كما لاحظتوا معايا انا خدمت السنينه ديالي، كنعاود نشد في التوب، دائما كيف ما كتلاحظوا معايا كندير جوج لويات وكنزير واحد شويه باش يجيو داكشي، باش الخدمه تجينا متقونه. كنرجعوا لديك السنينه اللي خدمنا في الراس ديالها، كنخشيو البره كيف ما كتلاحظوا معايا، كنلويو دائما جوج لويات، كنزير واحد شويه باش كتجينا الدريسه ديالتنا هكايا واقفه، وما كيعواجوش مع الوقت، كيبقاو هكايا كيبقاو مسقونين وكيبقاو مقادين. كنجيو ما بين هاد الدرس وهاد الدرس اللي خدم، كاين هاد لي صباط هو كيبان ليكم، كنخشي البرا ديالي من تما، وكنبدا نعمر كيف ما كتلاحظوا معايا.
كنعمر 3 المرات، ما تفوتوش 3 المرات. هاد الضريسات ديال جوج كتبغي تعمري فيهم 3 دقات صافي. كيف ما سبقت قلت لكم هنا كنخشيو البرا ديالي في الوسط ديال الضرسه، الضريسه اللي درنا وكنزيروها بهاد الطريقه. كنعاودو نديرو وحده اخرى كما كتلاحظوا معايا، كنلوي دائما جوج لويات. بالنسبه للبنات اللي باغيين يتعلموا دائما يمشيو بهذه الطريقه هذه اللي درت، وغادي يجيهم الطريسات زوينين. انا بعدا كيعجبوني هاد الطريسات، كنديرهم في جلابي بزاف. كما كتلاحظوا دائما جوج لويات. ملي كنبداو نعمرو كنجرو الخيط واحد شويه، نثبتو ونزيرو على الضريسات ديالنا باش ميجيوناش مرخيين بهاد الطريقه هادي. وكنبقاو دائما شادين الخيط ديالنا، ما كنطلقوش باش ما كيترخاوش لينا هاد الخويطات هادو اللي درنا هنايا. كنجيو دائما وسط الضريسه وكنزيرو شويه وكنثبتوها فحال هاد الطريقه. كيفما كتلاحظوا معايا جوج زوينين. اللوي دائما جوج لويات. بالنسبة للبنات اللي باغين يتعلموا تبع معايا غير هاد الخطوات وغادي تجيهم ساهلة. كما كتلاحظوا معايا الاولى، الثانيه، الثالثه، وكنزيرو. انا هاد البريوات ديالي هادو كنخدمهم بالحرير ديال القصبه، كنخدمهم على 3 الشعرات وكنجر الخيط شويه باش كيولي رقيق. كنستمر بهذه الطريقة حتى كنكملوا الخدمة ديالنا.
كان بداو نعمرو كيف ما كتلاحظوا معايا، الاولى الثانيه الثالثه كما كتلاحظوا معايا خوتي، هانتوما هاد الدريسات كيفاش كيجيو، كيجيو زوينين. نتمنى تكون الطريقه ديال الشرح ديالي واضحه وسهله، ونتمنى ما نكونش طولت عليكم. هاد الدريسات ديالنا كيفاش كيجيو، راه كيجيو في الكم، كيجيو رائعين.